بلدوين وما بعنا مركة إيو مركة إنا محا كذا يسواه وحاكو في الدرن كذا إيو حق إنا حقوق أسبطه هذا إنت نسيه قتني إيو إنت أبو سقي جلسة هذا حليش مثلا حوالدي وبن بيني حيكون ماذا درن بيكون ماذا شكو ما تشوف درن بيكون ماذا مركة حلكاس وحيجا هذا لفت كذا إن أنوهم بليه حوالها كقريب قال كقريب بونتاس بونداس أيه هو قريب قال هي درين كودا دل كأي قبان كو مرك الله بعد بلوين وحدون تدل كأي سمعت سيد كنت شاديك على دماغ لسه صعنا يا أوفينا أوكفينا مرك على تينا يا إن وجدت استراتيجية وين؟ إن أنا لفت كده في رجارة وياه لنا. مرك الله بعد. أنت إن أنا هداني سحرنا هدينا لفاقده هوس نلفاقده. وقولين كي عن هذه تريران وقولين رهب بالصلح وقولين رهب بالصلح هدين يرهان. إن بدن أو لبع صدوم عند الكل كنا هدي عن أو تنشرنه دين عودان تري ترون. لكن ما ترنه أو واحد ما. هب بردوينا هم بانسكو دوبان هدا هلكاس بسجر قديو نين هلكا تروجي لنا او غرسورا او شرعي قانا بان بدو وضا سعونا وار بردوينا سو وحنوحسا هيا امتحان بيقو هيا ماني والبوعيرا هورتا اوضاك هيب المتقانا ويلك هيب المتقانا اسلامك هيب المتقانا حافظي كتلت بولا حابلي كعاقل جريد آمن امتحان جايز يوم ما هو بيوهي مركو ما لنا وانكر رايا ما لنا سايق رايا مركو عوية معنوه حوية وحانو وليد بيتشوغن معناه إن أينو داد كاني دبقو حاسوسانو لغن كاني يوحيني دران كاني حاسوسانو سوالي هدو وانوه يشتا كل جي لكن دقان كهدي كأبو رانتو بهو ذا شرطة ودقان او ذا شرطة إن الدرس كي سين كرا مجتمعات كريم مرك هذا كهاد در مرك هاد كورو سنتين بلدوينان كورو سنتين وحديد سنتين إلا إذا كلا قوضة إلا إذا كلا بعصرة بديد سنتين بمعنى أنك ما كسب هاد ده كورو تو إنا يمدودو أو إسكاشة تو أو دنيارة أوران وهاوين كده أوران أو دياشة أوران وقويه كده أورو وحيمان سبلت كاسوينو بسمه مرك أنا إنا أنت كلا كمبيتيش ويادوم إنا أنت كلا أركان إن لوب هاي إحساس كلا إنا سمستان ويسكو دارتا مثلا يعني ما يلبرن وحا كعبور ما يدقموين إسعور سنها يو قبلو إسعور سنها يو دي بسوها بينها يو يعني سكول كي إسبدال كي يو وددي يو حاقا هي حاقا هي وحود الديار سنها يو مركا وحاوية مركو كعرفيوية هي قبليسي هدو دقان كاسو وحا سنو سمية الراديو ما يلقون راد سدو هدنا بلايدو كتشرو waxba ka bixmay meeshii si buu soo noqonaysa raamkii si buu soo qoray wareegis laakiin sidaan oo kale haddu urursan yahay oo buundadaas maanta xudun ay nootahay xudun ay nootahay lagana yaabo kulligeen in ku barbaartay iyo in abidoodu ku xabaalantahay inaan ku wada dhana halka waxaan qabaa in aanu dhisi karno buundada ayada waxaan ku dhisi karaa midan أنا وحنا كده قال الجامعة ده بلدوينة باسمها دي تورنتو لقول السعر أنا بس أتعامل في هذا فرز حوج لنا وقصة معين ودكتور ورفاعي عبد غادر خليفي عبد غادر خليفي بابو دري شغل مش عارف مر بابو عارف درين في عم بقاعد ورمي العكس في عنا ولا قفت ما يربى ضرر كرنا كفرز كاسوا كيف وكمان كنا مركز سدي نانا وكله إن أنا نقولنا هذا قرار جامعة هذه هو الجميع أن نقول بندا ترين حقوق سارنا، أون قصارنا، وحي أن كسب كردت كلامنا أن كسبنا، أن نقول ده حدنا إن عن مرضى كحيرنا، ده حدنا بدهن، عن مرضى ده حدنا كحيرنا، أو بندا سيدا سيف سلطة جلله أي، عنو سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد السلام يا مركوري، وحان
rajayn iyo runti waxa caaw halkan i keenay in aan horta idin sheego waxa halkan i keenay jacayl aan idin qabo dartiis maxay ahay too waxaan amaan iyo mahad ballaaran u celinayaa runti aad iyo aad baan runti waxaan u sanayay markii aan xafadayda ka soo baxayay waxa jeebka igu jira ama aan farqaha ku wataa kiniyaal aan u isticmaalayay xanuunka haya laakiin xanuunku inuusan iga reebin inaan ka qayb galo qaybaha bulshada Soomaalida gaar ahaan haweenka iska xilsaaray buundadu waxaad garanaysaan qiimaha ay leedahay ama asaas inay u tahay nolosha horumar aadami ama bilaadam ay gaaraan sidaas darteed waxaan anigoo ku hadlaya magaca dadka Soomaalida ah waxaan rajaynayaa inaad garanaysaan ama fahamsantihiin dadka maanta halkan goobjooga ka ah in ayan ka imaanin magaalada baladweyne ama gobolka Hiiraan guud ahaan laakiin sida Cabdiqaadir Xaaji Masallo halkan ka hadlayay isaga kuma dayan karno maxaa jira xuduntiisa halkaas ku duugan waxa halkan keenay waxa isaga keenay maxaa jira Hiiraan waxay aasaaska u dhigtay qarannimada iyo madax bannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya loo yaqaano waxa ka soo jeeda hoggaamiyeyaal facweyn oo laga tilmaami karo madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan waxa ka soo jeeda waxa ka soo jeeda nin aad ay u garanayaan qaybaha bulshada Soomaalida taariikhna kaga tagay Sheikh Cali Jimcaale waxa ka soo jeeda Cabdul Qadir Xaaji Maxamed Masalle oo aad isaga laftiisa garanaysaan si uu maqaatiin ugu noqdo inta ila joogta ee nala joogta kulankan iyo inta ka maqan ee Soomaalida ah waxaan ka codsanayaa inay ka qayb galaan Hiiraan waa hooyadii waxaad garanaysaan inay ku taalo bartamaha dalka Soomaaliya sidaas darteed Hiiraan waa in lagu taageeraa ma aha Hiiraan in la taageerayo oo lagu taageerayo dadkeeda macnaha deegaan ahaan dadka halka ku dhaqan in lagu taageerayo laakiin waxaad garanaysaan ninka koonfurta ka taga waqooyi ma tagayo hadduusan Hiiraan marin ninka waqooyi ka yimaada Muqdisho ma tegayo ama koonfurta ma tegayo isagoon Hiiraan soo marin anigu 9 bilood baan kaga qayb galay shirkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee halkaas lagu qabtay waxaan rajaynayaa Hiiraan waxa ka soo jeeda ku noqon maayo hadalka waa soo ururinaya maadaama waxaan lahayo waxay hooyo u tahay wixii aan horey uga hadlay waxaan rajaynayaa idanka Ilaahay in hooyo kasta oo ku dhaqan gobolada gobolkaas iyo degmadaas inay dhasho wiilal mar kale horseed u noqda maxay ahayd too qarannimada iyo qarannimada Soomaali waa mahadsantihiin Hiiraan iyo dadka halkan joogada dhammaantood waxa ku guulaysteen abaabulka ay ugu jiraan dhismaha buundadaas buu waa mahadsantihiin liqato kama jabin oo keliya reer Hiiraan waxay ka jabtay oo ay ka go'day ummadda Soomaalida oo dhan waxaana leeyahay ummadda Soomaalida oo dhamay reer Hiiraan waxay yiraahdeen reer Hiiraan ahaan ayay isugu canaanteen annaguna aan isu canaanano inay magaalada ay tahay magaalada Soomaaliya oo dhan isku xirta taas isku canaanano waxaan leeyahay reer Hiiraan magaalada kaligii ma lihidinina waa sadagtiin sababta sidaa daayo ugu magaciis u sheegay xildhibaan u sheegay ninka boosaas iga yimaada oo xamar matay garad ugu Hiiraan marin marka ninka boosaas joogana way idin la leeyahay ninka xamar bay dhaba ka yimaadeen rabo boosaas inuu aado matay kariyo ilaa uu baladweyne maro marka meeshaas waxaa ka ad dadka dhan inay idin la leeyihiin dadka la lahna waxaan leeyahay waad la leedihiin barbarkay ka baxdaa waaba kale qabanaha noqoto